في المحل بشكل عام هي من الشكل أو نمط من أنماط الديمقراطية التشاركية وتكاد تكون دولية، ولكن المشاكل الأخيرة عملتها ما بعرف كيف تسموها في كل بلد، المجلس البلدي أو البلدية أو الهيئة المحلية انتهت المدة تبعتها بعد 4 سنين من انتخابها، وكان المفروض يصير في 8 أكتوبر انتخابات، ولكن بسبب الانقسامات الداخلية وكثير من المشاكل اللي أدت إلى إلغاء العديد من القوائم. محمد سيما، رئيس شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية. طبعا في إطار الدورة الأولى للأكاديمية المدنية للديمقراطية والحكمة في هذا الشهر، شهر نوفمبر، طبعا استقبلنا مجموعة من القادة، قادة المجتمع المدني من مجموعة من الدول العربية من فلسطين ومصر وتونس والجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى نظرائهم بالمغرب. حاولنا بطبيعة الحال في هذه الأكاديمية أن نتيح فرصة للنقاش والحوار وتبادل الخبرات والتجارب في مجموعة من المجالات التي يشتغل عليها المجتمع المدني العربي، واخترنا محاور متعددة في هذا الإطار. كان أولها ندوة افتتاحية بطبيعة الحال حول التنمية والديمقراطية وحول المعيقات والإشكالات المفاهيمية والأفاق، أفاق العمل من منظور مدني عربي، لكي نطور بطبيعة الحال أداءنا واشتغالنا ونطور أيضا رؤيتنا لهذه الجوانب الديمقراطية والتنموية. في هذا اليوم كانت هناك بطبيعة الحال ورشة عمل. الورشة الأولى كانت حول تجربة الديمقراطية التشاركية بالمغرب، وأيضا للاطلاع على الديمقراطية التشاركية لدى هؤلاء القادة المدنيون والمدنيات في العالم العربي، وكان النقاش مثمرا بحيث كان فيه غنى وكانت فيه بطبيعة الحال نقاشات حول جوانب القوة وجوانب الضعف في هذه التجارب. في المساء كانت ورشة عمل ثانية حول بطبيعة الحال نوعية المشاريع المشتركة التي يمكن أن نشتغل عليها كمجتمع مدني، ووجدنا بعد الاطلاع على هذه المشاريع التي تقدم بها هؤلاء المشاركون والمشاركات في هذه الدورة أن هناك قضايا مشتركة تنطلق من قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة وقضايا الشباب وقضايا النساء وقضايا بطبيعة الحال الديمقراطية التشاركية وتنزيلها، وأيضا قضايا المتعلقة بالمواطنة وقضايا الحكامة. وهذه المحاور كلها كانت عاملا مشتركا بين هذه المشاريع كلها، وبالتالي كان النقاش هو كيف يمكن أن نخرج منها عناصر استراتيجية عمل مشتركة بين هؤلاء والقادة والقياديات بهذا العالم العربي، لكي نتمكن بطبيعة الحال من الإجابة عن إشكالات التنمية والديمقراطية ببلداننا العربية. العناصر رتبنا عندنا على أشنا هي، ما هي ما هو مبدأ المشاركة من حيث النص الدستوري كنص حقوقي، طرحها في حوالي نصف ساعة ثم نمر إلى الذي تم تقديمه هو الجانب القانوني من الموضوع على ما أظن. الجانب العملي اليوم في المغرب آليات متاع المشاركة كيف هي، كيف إلى أي مدى تستعمل هذه الآليات وتتفاعل؟ كان اليوم عبارة عن ورشتين عمل، كان يوم طويل مقسوم لقسمين عبارة عن ورشتين عمل. الورشة الأولى كانت حول مفهوم الديمقراطية التشاركية في البلدان العربية، تناولنا موضوع الديمقراطية التشاركية في كل بلد عربي، وكل مشارك من كل دولة عربية عرض تجربته وعرض الأبعاد وهل الديمقراطية التشاركية موجودة في بلده أو لا. الجلسة الثانية كانت عبارة عن عرض المشاريع
وتقييمها وبالإضافة لتطويرها، المشاريع طبعا اللي كنا قدمناها عن مؤسساتنا كمشروع للتمويل، وبصراحة ما كنا نعرف إيش الهدف من المشروع، ولكن كان مقترح مشروع قمنا بتقديمه عندما قدمنا طلب الالتحاق بالأكاديمية من أجل تنزيلها وتفعيلها. لا أقول أنها تم تنزيلها 100% أو حتى 90% ضروريا، ليس أغلبها ولكن بعضها بدأ في تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص. كان مجهد وكان طويل جدا وكان متعب، ولكنه كان مليء بالأفكار. في البداية انقسم إلى ورشتين. في البداية عرضنا اتعرفنا على التجربة المغربية وازاي في مجال المشاركة الديمقراطية التشاركية، وابتدينا نعرف ايه اللي موجود في الدستور المغربي وايه القوانين وايه اللي احنا بنهدف اليه من خلال الورشه اللي احنا بنحضر فيها. في الجلسه الثانيه ابتدينا نعرض، كل حد من المشاركين ابتدى يعرض تجربه بلاده في مجال المشاركه والديمقراطيه، وكان في تعليقات ان احنا عايزين نحسن الديمقراطيه في بلدنا العربيه، ولذلك كان في هدف كبير كنا بندور حوالين منه ان احنا لازم نعمل مقترحات تمثل البلدان العربية بتاعتنا وتبقى قابلة للتنفيذ في كل الدول العربية، سواء كانت الموجودة معنا دلوقتي أو اللي هيلتحقوا فيما بعد بالأكاديمية أو اللي هيتم معرفتهم بالأكاديمية والمقترحات اللي احنا كنا مقدمينها علشان خاطر نشتغل فيها ويبقى عندهم القدرة انهم يشاركوا فيما بعد. وفي الجزء الثاني من اليوم بعد الغداء ابتدينا نتكلم على المشروعات اللي احنا كنا مقدمينها. طبعا انا كنت مستغربة في اثناء التقديم الاستمارة ان كان في ازاي نقدم مقترح او فكره مقترح. طبعا انا ما كنتش اعرف فكره المقترح ده جاني، بس النهارده انا عرفت، لان كان كل حد من المشاركين قدم مقترح. كان انا مثلا مقدمه مقترح عن دعم مشاركه المراه في الحياه السياسيه، البعض الجامعات كانت مقدمه مقترح عن الانتخابات والديمقراطيه، البعض الاخر كان مقدم عن مشاركه الشباب في ودمج الشباب في العمليات الديمقراطيه. اكتشفنا ان بنعمل مقترح للدول العربيه وهيتم تمويله، وبعد ما يتم تنقيح المقترحات بعد ما تم عرضها والخروج برسائل وأهداف محددة وأهداف مرحلية، وهيتم عمل ميثاق شرف وهيكلة للشغل اللي احنا عملناه النهاردة، وطبعا ده كان جيد جدا بالنسبة للشغل. احنا اشتغلنا على مشاريع لنعزز مشاركة الشباب في الحكم المحلي وفي البلديات، اللي هو تغيير وجهة نظرة المرأة للمجتمع. تغيير نظرة المجتمع للمرأة. سامي ميلود، جمعية المستقبل الجزائر. اليوم كان بداية لتوضيح الأمور تاع المنتدى تاع الحوكمة والديمقراطية. اليوم دخلنا في العمل الجاد، يعني نقدر نقول اليوم رانا بدينا نسطر لنا الأهداف تاعنا واش نحوسوا من هذا التكوين. اليوم كان في البداية في الورشة الصباحية كانوا فيه ورشتين. الورشة الصباحية كانت فيها عرض لبرامج ومشاريع ووضعية الديمقراطية التشاركية في البلدان الخمس المغاربية المشاركة في هذا المنتدى، وكان تقارب وجهات نظر، كان مناقشات، كانت تبادل قدرات، تبادل وتعزيز معارف ما بين المشاركين. أما في المساء دخلنا إلى الجد والعمل لتوسيع الفكر لبناء مشاريع بناء شبكات تمس البلدان المغاربية من خلال تنشيط وتفعيل المجتمع المدني المغاربي، لأنه ما يخفاش كاين جمعيات في المغرب العربي، لكن ما اللي غايب هو تفعيل هذه الجمعيات لمشاركتها ومسايرتها ومساهمتها في وضع برامج التنمية المحلية والاقتصاد التضامني.